بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا من انتاج المزرعه حبايبي في الله، اللي هيجي هنا هيشتري من انتاج المزرعه. وهنا بئر الفقير، شايفين الزوار ما شاء الله تبارك الرحمن والمعتمرين. بئر الفقير من حاجات جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا دي احبابي في الله الاطفال ما شاء الله. سلمان اسمك ايه؟ سلمان. سلمان انت فين هنا؟ في مزرعة مين دي؟ مزرعة سلمان الفارسة. إن شاء الله. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. متابعيني الكرام احبابي في الله، طبتم في حفظ الله. من الحاجات الجميله في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا المدينه كلها حاجات جميله، ومن المزارات اللي المفروض اي احد يجي مدينه رسول الله ويجي يشوفها بئر الفقير. هنا جوار مسجد قباء، مسجد قباء هنا على بعد 5 دقائق متابعيني الكرام احبابي في الله من المكان اللي احنا فيه. وهنا مزرعه سلمان الفارسي، وهنا بئر الفقير، شايفين الزوار ما شاء الله تبارك الرحمن والمعتمرين اللي اتوا الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينه الحبيب. ادعو الله العلي القدير ان يكرمكم جميعا بعمره قريبه، عاجلا غير اجلا احبابي في الله. وهنا معلومه سريعه عن بئر الفقير. بئر الفقير من التفقير، وهو حفر الأرض لغرس فسائل النخل، وتسمى أيضا بئر المجسب وبئر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وهي بئر تاريخية أثرية قديمة تقع بين مزارع عالية المدينة المنورة، يعود تاريخها إلى مرحلة ما قبل الإسلام، ولها ارتباط بالسيرة النبوية حيث كان يعمل فيها الصحابي الجليل سيدنا سلمان الفارسي طبعا، وهو الذي أشار على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في معركة الخندق أحبابي في الله. وقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم نخلا بجوارها مقابل أن يعتق سلمان الفارسي، فكانت معجزة نبوية حيث أثمرت كلها من قابل، وقد حوفظ على البئر عبر العصور. النخل اللي زرعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أثمر في نفس العام أحبابي في الله، وشهدت عناية واهتمام منذ مطلع العهد السعودي الزاهر حتى تم ترميمها وتأهيل موقعها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. دي معلومات عن بئر الفقير أحبابي في الله. والزوار ما شاء الله تبارك الرحمن مكان جميل متابعين الكرام. انت بتمشي في اي مكان في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني طيبة طيبة مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حاجات جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا دي حاجات اثرية كده للبير، وتم ترميم البير احبابي في الله علشان يعني يخرجوا منه الماء ليسقى منه الزوار والمعتمرين. وهناك هنذهب هناك اهوت الى المكان اللي ممكن نشرب منه من ماء البير احبابي في الله. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. تراث يا جماعه، تراث جميل. هنا مدينه رسول الله، هنا طيبه طيبه. طبعا تم ترميم البير احبابي في الله، و تم تجهيز هذا المكان السبيل ده عشان يسقى منه الناس احبابي في الله، وهنشرب من البير احبابي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
لما تحس ان انت ماشي في مكان مشي فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فانت بتحس بجمال وروعة انك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين فرحة الزوار والمعتمرين احبابي في الله. وهندخل مزرعة سيدنا سلمان الفارسي ما شاء الله تبارك الرحمن. جولة جميلة احبابي في الله. وهنا برضو حاجة جميلة، هو المتحف او المدفع. هذا يا جماعة البير. شايفين أجواء المدينة الجميلة أحبابي في الله ما شاء الله. تخيل كده ان انت ماشي في مكان ماشي فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل انك ماشي في مكان وطأ فيه قدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لازم نبتسم ونفتخر ان نبينا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. أسأل الله العلي القدير أن يكرمنا بشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمار مدينة الحبيب ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام أحبابي في الله، أدعو الله العلي القدير أن يكرمكم جميعا بعمرة قريبة عاجلا غير آجلا أحبابي في الله. اللهم أمين. طبعا دي مزرعة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وهندخل للبير كمان. هنا الجمال، هنا جمال مدينة رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شايفين الجمال متابعين الكرام. تخيل كده انك ماشي في مكان ماشية أو وطأت قدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أكسروا من الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. الأطفال ما شاء الله. سلمان المزرعة دي على اسمك يا عم.
شايفين الجمال؟ وادي سلمان اهو. اسمك ايه؟ سلمان. سلمان؟ انت فين هنا؟ في مزرعة مين دي؟ مزرعة سلمان الفارسة. برافو، ربنا يجمعنا بيهم في الجنة. قول امين. امين يا رب. الله يحفظهم لك. شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. خير يا جماعة خير. احنا في مدينة رسول الله، مدينة طب القلوب ودوائها، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. طبعا في المزرعة يا جماعة بيبيعوا التمر برضو من انتاج المزرعة، يعني التمر اللي بيتباع ده من انتاج مزرعة سيدنا سلمان الفارسي. وهنشوف المنتجات اللي فيه. بسم الله ما شاء الله. وموجود مصلى. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا من انتاج المزرعة حبيبي في الله، اللي هيجي هنا هيشتري من انتاج المزرعة العجوة و العجوة. طبعا احسن عجوة احبابي في الله. كام الفلين؟ هذا 80 80 ريال. ايوه هذا 120. هذا بس يا جماعة. طبعا هنا منطقة عالية المدينة طبعا. والمجدول كام؟ المجدول كام؟ 70 ريال احبابي في الله. الفلينة الفلينة 70 ريال. والعجوة؟ عجوة هذا 80 80 ريال. وهذا 120 احبابي في الله، اللي هي الكبير شوية ده. دي يا جماعة ها؟ العجوة الكبيرة دي 120. طبعا انتاج المزرعة احبابي في الله. شايفين الجمال؟ يا حمام الشوق ودي لي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. يا حمام الشوق ودي لي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. أنا قلبي في طيبة هايم والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة أغلى هدية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، طيبة تداوي 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 قلب العالي، طيبة تداوي 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 قلب العالي. والقلب والها طيبة والها روح تقول وفكر يقول
العاصية سلم على الروضة البهية يا طاير ود الوصية سلم على الروضة البهية يا منايا وفكري وروحي نظرة فيكي تشفي جروحي زورة ليكي أقصى طموحي لما أعزم وعقدني يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة